من أرض الخير من المملكة العربية السعودية، ثقافتنا في مدرسة مجمع السلام أساسها التعلم والقراءة، لذلك كان لابد لنا أن نشارك في تحدي القراءة العربي. مشاركتنا هي الثالثة على التوالي، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام 600 طالب بنسبة 100%، وحصلنا على المركز الأول على مستوى المملكة. جاء استعدادنا للتحدي نتيجة 3 سنوات من العمل المتواصل وإقامة 400 فعالية خادمة للمشروع. ضمن مشاركتنا في التحدي قمنا بابتكار فكرة برنامج صباحي قراءة، وذلك لقناعتنا بأهمية القراءة، كما عممناها أيضا على مستوى المدارس المحيطة بنا. أنشأنا مكتبات صغيرة في المجتمع المحلي ومكتبة جديدة في المدرسة أطلقنا عليها اسم مركز التحدي. طورنا نظام الاستعارة في المكتبة إلى النظام الإلكتروني، وزودنا المكتبة بكتب جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة في كل فصل دراسي. نذكركم بالتصويت لنا لنحصل على لقب المدرسة المتميزة في التحدي، فأصواتكم تدعم مسيرتنا. صوتوا للسعودية.